النهاردة الناس صحت من النوم لقت صور الفريق أول المشير من 1-2 المشير عبد الفتاح السيسي معلقة على مئات الأعمدة، آلاف الصور مليانة في شوارع مصر. مين اللي علق الصور دي؟ محبين للفريق السيسي؟ مواطنين عاديين؟ لا، دي إعلانات. ده حد راح دفع فلوس وراح للمحافظة وحجز مساحات إعلانية وحطها. حد بيحب السيسي؟ ماشي يا سيدي، الشعب فيه نسبة كبيرة قوي بتحب السيسي. هل ده له علاقة بالحملة الانتخابية للرئيس؟ قانون الانتخابات اللي لسه لم يقر، محدد طريقة التبرع، وإزاي اللي عمل ده استبق الأحداث عشان ما تبقاش من ضمن ميزانية المرشح المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي؟ المشير عبد الفتاح السيسي ما هيترشحش ببدلته العسكرية. المشير عبد الفتاح السيسي هيلبس مدني ويترشح. اللي بيحصل ده مش عايز اقول انه تزايد قوي، بس هو انا عايز اسأل، اولا حد يستطيع ان يجزم ان الفريق او المشير عبد الفتاح السيسي هيترشح؟ انا هعتبره مش مترشح لحد ما يعلن ذلك.